داري زي ما قالوا الناس، داري زي ما قالوا الناس، على شمعتك يا روحي تقيل. سلم لي على عيونك، سلم لي على عيونك. على الرغم من فارق السن الكبير بينها وبين المطرب نهاد طرباي، إلا أن الصدفة شاءت أن يكون الظهور الأول لرولا شامية أمام الشاشة عام 1993 في أغنية سلم لي على عيونك للفنان الراحل، وهي لما تكمل عامها 15 بعد. قلوب وتطير عيونك فيها كلام كثير، بتخطف القلوب وتطير. بأي حال، فإن ابنة بيروت والتي عاشت جزءا من طفولتها في القاهرة خلال الحرب الأهلية حملت شغفا واضحا للفن منذ صغرها، إذ حلت أولى في مسابقة الرقص الشرقي ضمن برنامج مواهب الأطفال 10 على 10 على تلفزيون لبنان، كما كان منزل أهلها مسرحا لها للغناء والتمثيل وتقليد فناناتها المفضلات، وهي التي تأثرت بالكثير من نجمات الكوميديا في مصر ولبنان، وأبرزهن زينات صدقي وفريال كريم التي لا زالت حتى اليوم تحتفظ بصورتها معها. علاقة الصداقة بين عائلتها وعائلة الكاتب والممثل نعيم حلاوي كانت بوابتها لدخول عالم التلفزيون، وذلك من خلال مشاركتها في تقديم فقرة الأسئلة في برنامج اوعى تنسى الذي كان حلاوي يعده. انت يلي رح تحضرنا التانين مخصص لقلنا، كيف ما كسرت ولفيت الساعة 7 كون بالبيت. في تلك الفترة كان برنامج أسأل شيء قد دخل ثاني مواسمه، وكان قد بدأ يتحول إلى حالة كوميدية واضحة، فشعر مخرجه شادي حنا بالحاجة إلى إدخال عنصر نسائي ثان إلى جانب نتالي نعوم، ووقع اختياره على رولا شامي. ما تخلي تفكيرك عندها في برنامج بده يبدأ. مش معقول، ما عم لاقي للنبض. معقول؟ يمكن السوتيان ضيق. أنا بقول سوتيان؟ إيه ليك ما تستحي مني، أنا حكيم. ها لا لا، ما بالعكس أكيد. ولو دكتور؟ إيه والله أفضل. ها كلا إيه؟ إيه أوكي كلا. تفضل أفضل هيك. اندمجت الصبية التي كانت على وشك أن تتم عامها 18 سريعاً مع فريق البرنامج، والذي كان يتألف في حينها من نعيم حلاوي، نتالي نعوم، عادل كرم، طوني أبو جودة، طلال عيد، رئيف البابا الذي اشتهر بتأدية شخصية تيتا روزانا، ولتكتمل المجموعة الذهبية لاحقاً مع انضمام فادر عيدي الذي لعبت رولا شامية دور والدته خلال أدائه لشخصية بيبو. حبيبي مامي انت مرشح ولازم تاخد سيرو كرمال سعالتك. يلا مامي يلا. برق يا بيبو ما تجنني منك. عاش أسأل شي في تلك الفترة عصره الذهبي، وصنع ذكريات جيل بأكمله. بيبو كان في تلاقة طول عزيمة الليلة، ليه بعد في واحد؟ لأني ما شفته. أتيت هيديك بس هيدا ما انتبهت له. متأكدة أنت من الخبرية إيزابيلا؟ نعم بكل تأكيد. ها إيزابيلا، إيزابيلا أرجوكي راجعي النص إيزابيلا. برغم أو ربما بسبب محتواه العائلي الذي بقي محافظا في مقاربته لثالوث الدين والجنس والسياسة. رولا حلو كثير هذا التركواز اللي لبستيه، كثير مزوقة. مرسي حبيبي. بس ليه ما جبت الفوشيا؟ عدول لي أنه الفوشة هديك للظهرات، هذا للبحر. تمكنت المجموعة بعد ذلك من نقل التجربة الناجحة من شاشة التلفزيون إلى شاشة السينما من خلال فيلم أسأل فيلم. عمتو عادل ما معه خبر شي باللي عم بيصير، بحبني بيموت فيي، عم بيموت بيقتل حاله ليل ونهار لحتى يتجوز. طب شو يعني؟ طب إذا بيعرف إنه هيك عم نعمل خلص بجن بيقتل حاله. يمكن جن؟ ما هيدا المطلوب، مطلوب إنه يجن ويحل عنك بقى. عام 2003 ومع إقفال الـ MTV كتبت نهاية التجربة التي كانت نجومية عناصرها قد أثقلت حركتها في الموسم الأخير على الأقل، وهو الموسم الذي شهد مغادرة عادل كرم إلى تلفزيون المستقبل ليبدأ مسيرة جديدة وطويلة مع المخرج ناصر فقيه. مرحبا فواز. عادل جار حبيبي، قرب شوي. كيفك فواز؟ منيح كيفك أنت؟ شو أخبارك؟ كيف الشغل؟ الحمد لله. بدي أعرفك على زبوني محمد. تعال تعال أنتري. سالو
أندلوزا. سالو دكتور. صباح حبيبتي. اشتقت لك كثير. إقفال مؤسسة المر أعاد لما شملي رولا شمية وعادل كرم في برنامج لا يمل، والذي انضم إليه في مرحلة لاحقة أيضا أنجو ريحان، نعيم حلاوي وعباس شهيم. تشرفنا مع سيمون. عمو سيمون. هلا سيد سيمون. بيا لأنجو. أهلين. أختي رولا ومروان صهري. إيه. والنعم أهلا. خيال المرة. أنا والله مش من هالجاي، كل شي محولي ياي، بقول لك ليش تفكيري هيك وبحطك ببيت الياي. على الرغم من نجاح البرنامج في أول مواسمه في سحب جزء لا يستهان به من محبي الأسأل شيء، إلا أن إغراقه بالمحتوى السياسي بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري حوله إلى ما يشبه برنامج سكتشات خاص بجمهور 14 أذار. أنت شو خسفت؟ شو قصصك؟ أنت شو دخلت؟ كفوا المشكل هونيك. روح أبعتكم، روح أبعتكم. شفتك؟ شفتك يا أوجي شو عم تعمل؟ ماشي كنت عم دخن. ليش صار؟ اتصال مع سعادة النايب الأستاذ إبراهيم كنعان. مساء الخير أستاذ إبراهيم. أنا بهنيكي على هالنفسية وبالي شغلة إنه أنت وحدة فاسدة، أنت وحدة إنه مش بهالطريقة. إذا بتريد أستاذ، مش معقول واحد يكون هيك. أستاذ إبراهيم إذا بتريد يعيب الشوم عليكي. أستاذ إبراهيم عمول معروف، إذا بتريد بدك تحترم البرنامج لحتى نقدر نحترمك. أنهت العوامل الإنتاجية بالدرجة الأولى تجربة لا يمل، لتعود رولا شامي وباقي المجموعة بعد محطة خاطفة على الالبي سي إلى بيتها الأول الام تي في في برنامج ما في مثله. هالشاب كتير مرتب بيجنن ما في مثله. موظفك؟ لا ما وظفني. بدءا من أغنية الافتتاح مرورا بمضمون الكثير من الاسكتشات، بدا المحتوى ذات الإيحاءات الجنسية أهم علامات الاختلاف بين برنامج الأسأل شي والبرنامج الجديد. شو جايين تعملوا هون؟ شو جايين نعمل هون؟ ايه؟ ما فيش اوتيل، ما فيش شغلة برا تعملوها؟ روح على عنده على البيت. لحظة 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 لحظة. هلو. بعدنا بأول حلقة من الموسم الجديد وبعدنا ابتداء من عام 2014 ومع وصول ظاهرة الليت نايت شو إلى لبنان، بدا واضحا أن أولوية الام تي في وعادل كرم على حد سواء هي برنامج هيدا حكي. الفعلا يعني بتدل على رقي الفن والإبداع والمستوى الرفيع. فيما بدأ ما في مثله يعاني كسائر البرامج المشابهة من منافسة متزايدة مع صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي. بعد 17 تشرين توقف عرض ما في مثله، فوقع الفراق الثاني بين شامي والام تي في التي حاولت توجيه قدراتها الفنية نحو خشبة المسرح، فقدمت مع ماريو باسيل عملا استعراضيا حالت الأحداث المتلاحقة ومن ضمنها جائحة كورونا من استمراره لفترة طويلة، كما بدأت منذ مدة بتقديم ستاند أب مشترك مع نعيم حلاوي. بلاقي مدام مهضومة كتير، هي عمرها 80 وبنتها عمرها 60، بتقول المدام يا الله شو بحبك يا رولا، بحضرك من أنا وصغيرة. أنا وصغيرة. إلى جانب ذلك خاضت المرأة التي تلوم المنتجين لا سيما اللبنانيين منهم على رؤيتها من زاوية واحدة هي زاوية الاسكتشات، خاضت أكثر من تجربة تمثيلية في السنوات الأخيرة في مسلسلات كولت أين. أنا ما بعرف شو صار له ضغطي، طلعت لي ضغطي. وسايكو. ما عندي مانع أبدا. منيح هيك نطلع أنا وياكي مرتاحي. عال شو المطلوب مني هلا؟ وأحلى الأيام. خير، كل مرة حضرته بده يتلفن وينزع لنا مرقنا، ما هيك؟ وأنت هيك بالمرأة، مين اللي نزع عليك ياما؟ انت. كما تبدو سعيدة بالتجربة الإذاعية التي تخوضها على إذاعة أغاني أغاني. من 5 شباط على أغاني أغاني برنامج والعاني والعاني معي أنا رولا شامي. رولا شامي ضيفة هذه الحلقة من برنامج ديب توك، وهي الفنانة التي نجحت في أن تكون أكثر من مجرد فتاة جميلة في برنامج سكتشات، وقفت في بلد تبدو الكوميديا فيه لسبب مجهول حكرا على الممثلين الرجال، وقفت ندا لأسماء من وزن عادل كرم وفادي العيدي ونعيم حلاوي وعباس شهين.